يا صباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني قوي 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 من الأسبوع اللي فات. يا رب تكون أيامكم حلوة وعاملين كل حاجة حلوة في المدرسة ومع ماما وبابا وكل الحاجات اللي انتوا فيها والتمرينات وكل حاجة اللي بنتفق عليها دي كلها. يا رب تكونوا عاملين أحسن حاجة انتوا تقدروا عليها. صباح الفل وصباح الهنا. النهارده بقى جايه لكم بحلقه مختلفه قوي 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 وعندي ضيفه جميله قوي ممكن شويه منكم او معظمكم يكون اوريدي عارفها او عارف الكتب او القصص الجميله اللي بينشروها للسن بتاعكم. معايا النهارده ومنورني في الراديو 99 ولعبه وحدوته ميرام خميس. ميرام خميس مؤسسه دار نشر عصفوره لكتب الاطفال. صباح الفل يا ميرام. صباح الخير. ازيك؟ صباح الهنا يا حبيبتي. منوراني ومنوره لعبه وحدوته. نورك. انا بحب قوي القصص بتاعتكم، بعشق ان انا اقراها لان هي سهله وبسيطه واسلوبها لذيذ قوي يعني طريقه عاميه مش لغه عربيه فصحى. ميرام، اول حاجه هسالها لك، دايما بسالها لضيوفي ان كانوا اطفال ولا يعني ضيوف زي كده وانت برضه لسه صغنونه زيهم، فقولي لي ميرام كان نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ كان حاجات كتيره. في الاول انا كان نفسي اطلع كاتبه لان انا بحب قوي القرايه، وبعدين في وقت من حياتي حسيت ايه ده، لا الموضوع صعب وانا اصلا يعني بتكسف الى حد كبير، بس لما بزق نفسي ببقى كويسه. اوكي. ف غيرت بعد شويه، غيرت من كاتبه، دخلت بقى اللي هو لا هبقى مثلا زي الناس اللي حواليا، هبقى في بيزنس وهبقى كده، وده اللي درسته فعلا. وبعدين بقى رجع موضوع الكاتبه يرجع تاني. يعني انت كان نفسك قوي تطلعي كاتبه وانا صغيره؟ يعني ست سبع سنين كان نفسي اطلع كاتبه. وابتديتي عصفوره ان انت بس بتكتبي كتب؟ لا، ابتديت عصفوره دلوقتي نسيت، كان عندي مثلا 30 سنه. اوكي. انا كان عندي فكره معينه عايزاها، فكره عصفوره بالظبط اللي هو انا عايزه كتب بالعاميه، انا عايزه كتب تكون فعلا بسيط. فعلا حلوه. موضوعها حلو والكواليتي بتاعتها حلوه، الرسم في حته تانية تحفه. فحسيت ان انا عارفه لما تبقي انت مثلا عايزه اكله معينه فانا هطبخها عشان افهمك انا قصدي ايه. فعملت كده لان انا في الاخر كنت واحده محدش عارفها، انا اللي بعمل، انا عايزه حاجه معينه وهي لسه مش موجوده بالظبط زي ما انا عايزاها، فعملتها عشان اثبت للناس انا قصدي ايه. وكان ساعتها كنت حاسه هو ده اللي انا هعمله، هكتب كتب هنشرها كده. لما الموضوع ابتدى يتعرف لقيت ان الناس جايه عايزه انشر قصصها، فحتى ساعتها كان جوزي قال لي اللي هو طب ما هي ممكن هو ده الدايركشن اللي انت هتمشيه، ان انت تكوني اكتر دار نشر عن ان بس كاتبه. بس احنا كنا كده كده عملنا دار النشر عشان احنا من اول يوم اللي هو تبقي ماشيه صح يعني. اوكي. طب قولي لي ميرام كانت شاطره في المدرسه ولا لا؟ لا كنت شاطره قوي، وانا اصلا الصراحه دحيحه يعني. انا بالنسبه لي اللي هو لا نركز في الدراسه، نركز في اللعب، نركز في اي حاجه بس بنركز في اللي احنا بنعمله. طب يا جماعه يعني نديها ايه بقى؟ ويستاهل سقفه كبيره. منوران يا ميرام بجد، وخليكم معانا، اوعوا تروحوا اي حته. تليفوناتنا 2 2 18 10 8 66 والاسم اس 199، وصفحتنا على الفيسبوك والانستجرام راديو 99. هنخرج بسرعه نسمع تامر حسني يا نهار ابيض، عشان يا رب يبقى يومكم ابيض وكل حاجه حلوه النهارده، ونرجع تاني مع ميرام خميس. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99، ولسه معاكم مع مصطفى، ولسه منوراني ومشرفاني النهارده ميرام خميس مؤسسه دار نشر عصفوره لكتب الاطفال. ميرام قولي لي بقى، عايزاكي تحكي لي عصفوره، اسم عصفوره جه ازاي؟ لاني نفسي اعرف قوي الاسم، يعني يشد جدا. واحنا تعودنا من واحنا صغيرين اللي هو ايه، العصفوره قالت لي، العصفوره قالت لي، فجات لك منين ان انت تسمي دار النشر عصفوره؟ وكلميني عن دار نشر عصفوره كده، احكي لي كل حاجه. ما احنا بقالنا 4 سنين وكنت مبسوطه قوي ان محدش لسه سالني السؤال ده، لان حته اسم عصفوره هي حاجه الصراحه
انا بعتبرها سر شخصي كده، مش بقول للناس اشمعنى عصفورة. احنا بقى هنعرفه. يعني هدي، بصي هي حاجه لها قيمه بالنسبه لي انا شخصيه يعني، فمش بقولها. أوكي. بس هي سر بتاعي بيبسطني لما الناس اكتر تقول عصفوره، بتبقى حاجه بسطاني. بس كمان كانت لايقه، فكانت مناسبه جدا ان العصفوره حاجه بالنسبه لي النطق بتاعها هيعرفك الطفل ده بيتكلم عربي ولا لا، عشان العين وكده. وبرضو هي relevant يعني، الشخصية كيوت حلوة للأطفال وبتاع، فكانت مناسبة على اللي احنا عايزين نعمله. أوكي. فعشان كده سميتها عصفور. ماشي. وبعدين انت تعرفي احنا قصة عصفورة بقى كلها. القصة ترجع على طول، بقول ترجع لواحدة صاحبتي اسمها فرح. فرح هي مصرية عايشة في أمريكا. انا لما خلفت ابني، انا اصلا الحمد لله بحب اقرا قوي، وطبعا من اول ما ابني اتولد كان من الحاجات اللي انا اشتريتها له مع اللبس اصلا هو الكتب عشان اقرا له، حتى لو هو مش فاهم بيبي. حتى لو هو صغير. أوكي. وفرح في امريكا بتعمل نفس الحاجه، كانت برضو قبلي مثلا بكام شهر. فبالصدفه هي مهتمه قوي انها تخلي ولادها على هويتهم وان هم يكلموا عربي، وهي حتى هي ومامتها اللي نبهوني ان اللغه دي هي الباب ان هما يعرفوا ثقافتهم. صح. وكمان بالنسبة لهم، وحتى دلوقتي بقت حاجة لينا، ان علشان يقدروا يحددوا الكلام اللي جاي لهم من برة ده صح ولا غلط، هما لازم يبقوا فاهمين اللغة عشان يدوروا في حتة مختلفة، ما تبقاش حاجة معينة بس اللي بتدي لهم المعلومة. فاللغة كانت مهمة قوي لها وحتى هي لينا طبعا. فهي فرح كانت بتقولي انا بدور على قصص، وممكن بليز تقولي لي عشان القصص اللي لقيها مش عجباني وكده. وما كانش فيه قول مستحاجة بالعامية خالص. كان فيه حاجة واحدة اللي هي توتا. في مثلا انا بقى لما ابتديت طبعا، علشان انا زي ما قلنا ان انا شاطرة ودحاحة، فكنت بدور، ابتديت بقى انخور كده وادور، لقيت في قصص بس هو اخرها 3-4-5 قصص، وحتى اللي طلع كتاب ما طلعش بعده قوي، لانها كانت كلها مجهودات ذاتية الناس بتنشر لنفسها. فلما كنت انا فاكره، عشان كل شويه برجع للرساله اللي انا وفرح كنا بنتكلم فيها، فدي كانت 28 مايو 2020. اوكي. انا فاكره ساعتها حسيت ايه ده، طب ما هي دي. طب انا كنت ساعتها اوريدي باكتر من 12 سنه في مجال الفاينانس، فكنت شويه خلاص زهقت شويه، وكان بعد الكورونا، فكان برضو حته انها خلتنا كلنا نعيد معايير طريقتنا في حياتنا، اللي هو فكر احنا عايزين ايه، يعني ايه اللي مهم اساسا في الدنيا. وطبعا صح. اساسا صح. ابني ادم اللي هو برضو موجود، فسلم عليه. هو برضو خلاني احس ان انا وقتي اقيم من ان انا ضيعه في اي حاجه، فانا صح. عايزه وقتي يبقى بعمل بيه رساله فرقالي، بالذات بقى في الحاجات اللي هي الاجتماعيه التانية، ان احنا دلوقتي محتاجين كده، محتاجين نكون صح. بنركز في التربيه وبنركز في الطريقه اللي احنا بنكلم اطفالنا بيها. فحسيت هي دي. طب ما هي دي، انا عايزه كتاب يحببني، يحبب ولادي في القرايه زي ما انا حبيت. صح. ولما ابتديت افكر، هل انا بقرا بالانجليزي قد ما بقرا بالعربي؟ لا. طب ليه؟ طب والكتب اللي انا كنت بقراها وانا صغيره بالعربي كانت عامله ازاي، وايه اللي ناقصها؟ فقعدت كذا شهر بدرس بقى وادور وابص، والحمد لله ان انا لما نزلت السوق وبصيت لقيت لا، هو كتب العربي اتطورت قوي، الرسم بقى في حته تانية، والناس فعلا بتاخد جوائز حلوه، وفي مبدعين في الرسم جدا. بس كنت ستيل حاسه ان في القصص والاختيار المواضيع، وحتى القيمه بتاعه الكتاب وطريقه الطباعه، ايه الرساله اللي من القصه عامه لا ناقصه. وعارفه حاجه، حتى لو مش ناقصه، انت لما بتدخلي مكتبه وتدوري على كتاب واحد بالانجليزي عن مثلا ان انا هخلف، هلاقي 20. هتلاقي في نفس الموضوع اوبشنز كتير. احنا لسه مش هناك، فعشان كده انا بقول لو احنا قمنا بدورنا اصلا في عصفوره وغطينا ارض معينه، لا هو لسه اساسا في ارض كتير. ولادنا دلوقتي يا ميرام محتاجين قوي، معظم ولادنا بقى اسهل بالنسبه لهم، والدراسه كلها بقت بالانجليزي، فان هم يتكلموا او يقروا عربي وكمان بالعاميه كانت ناقصه قوي بجد. وحتى انت عارفه حاجه، هي لها فوائد كتير قوي على كل حاجه. اولا لما لو انت عايزه من ابنك اصغر تكوني بتقري له، فالطفل اللي تحت 3 سنين ده لا يمكن هيفهم فصحى لو هو كمان مش بتتعاد في حياته اليوميه. صح. فانت تكلمي الطفل بالعاميه هتخليه ينطق اسرع ويفهم اكتر. صح. عندك كمان حتة اللي هو الأهالي المطحونة، إن احنا كلنا يومنا طويل وحياتنا صعبة، ونيجي في آخر اليوم
عايزين نقرا لابننا عشان نبقى برضو قضينا وقت معاه وكده. ماشي ما تدينيش كتاب مجعلص كده. أيوة. ابقى مش بس ان انا تقيل في قرايته وعلى فكره تقل العربي ده له قيمة بس طبعاً. بس مش ما تنطبقش القيمة دي في وقت ان انا بحاول انيم ابني في اخر اليوم. صح. انا عايزة احكي له قصة انا وهو نستمتع بيها بتجري على لساني بسلاسة وبيفهمها مش بقف كل شوية اشرحها له. أيوة. ده غير اصلا ان يعني عادة انت لو حتى بصي كده حواليكي لما حد يكون بيقرأ كتاب لطفل بالعربي ثلاث ارباع الوقت هيترجمه مش هيكون بيقرأ بالنص على طول الصفحة بتجيبي الصفحة اللي بعدها لانها سلسة ومفهومة هو مش بيوقفك هي دي معناها ايه بالزبط. طب ممكن تكرريها تاني بالزبط. طب انطقها ازاي وانت لما تترجمي بتفقدي حاجتين فقدتي المهارة اصلا ان الكاتب كتب بيها لو هو بيختار كل كلمة بحرص فانت يعني راحت ده راحت وحاسه السجع راح والحاجة التانية انت مجهود ذهني عليكي اصلا ان انت تترجمي فلو الاب او الام قفلوا الكتاب وما قراهوش عشان ده عبء ده بالنسبه لي انا كده خسرت كتير طبعا طبعا الله على العصفوره وحلاوتها وعلى حلاوه ميرام يا جماعه. طيب يلا بينا نسمع حسين الجسمي يا رب تكون بخير ونرجع تاني مع ميرام خميس عصفوره وهنقول كلام حلو قوي 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 اوعى تروحوا في اي حته عشان عندنا قصه مهمه قوي وبطل مهم قوي هنتكلم النهارده عنه في لعبه وحدوته. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90 ولسه معاكم معها مصطفى ولسه منوراني ومشرفاني في الراديو 90-90 وفي لعبة وحدوتة ميرام خميس مؤسسة دار نشر عصفورة لكتب الأطفال قصص يا جماعة والله أي حد ولاده مش بيحب القراية أنا من قبل ما أعرف ميرام بجد كنت بنزل دايما مكتبة أشتري قصص بتاعتكو من كتر ما هي مبهجة وفيها مسج والرسومات زي ما أنت بتقولي حلوة حلاوة. طيب قبل بقى ما أقول أي حاجة لميرام دلوقتي أنا عندي كده لازم نعمل سقفة كبيرة ونقول صباح الفل لآدم نسقف سقفة كبيرة لآدم وسقفة كبيرة كمان لهنا هنوشة صباح الفل ويستاهل سقفة كبيرة وكمان اللينك اللي فات ميرام كلمتنا على صاحبتها الجميلة قوي فرح اللي شجعتها وانسبايت كده ادت لها الفكرة كده او ادت لها عملت كده بالتوش بالنور كده انه خلي بالك هو ده اللي انت هتعمليه وميرام كانت شاطرة قوي خدت بالها فعايزين نقول لفرح شكرا قوي فروحة وسقفة كبيرة ده لازم قبل اي حاجه لما حد يعمل لكم حاجه حلوه ويبقى في حياتكم ناس حلوه كده لازم نسقف لهم ونقول لهم شكرا ونحسسهم قد ايه احنا مبسوطين بوجودهم معانا. طيب ميرام في قصه حلوه قوي انا تاثرت بيها جدا كتفي في كتفك قصه البطل بلال احكي عن قصه كتفي في كتفك جات ازاي حصلت ازاي واتجمعتوا ازاي انتي وبلال وانا عارفة ان القصة انتي اللي كتباها صح وهي رسوم آية شعراوي احكيلي بقى عن كتفي في كتفك. طيب انا يعني احنا على طول بندور على مواضيع تفرق للطفل تفرق يعني تبقى حاجة في حياته اليومية ومواضيع مش انا مش على طول ببقى عايزة ادي موعظة على قد ما انا عايزة اخليه واخد باله واعي لحاجات حواليه. فكتفي في كتفك دي احنا عاملينها مع اهل مصر والصراحة الفكرة جاية من دنيا بلبع اللي هي كانت ساعتها بتشتغل في اهل مصر جات لي قالت لي ميرام انا عايزة اعمل قصة توعي الاطفال عن الحروق وتوعيهم عن هما ممكن يعملوا ايه علشان يبقوا هما في امان وطبعا هما بيشتغلوا كتير قوي من خلال المستشفى بيشتغلوا كتير قوي مع كيسز محددة هما عارفين ايه اللي ممكن يبقى مبهر او يعني انسبيريشن لاطفال معينة ويوعيهم وكده طبعا وهما طبعا بيعملوا مجهود جبار كمان ينزلوا المدارس ويعملوا توكس وحاجات كده ان هما ينشطوا الموضوع طبعا. فدنيا كان عندها فكرة وهي اللي كانت مختارة بلال قالت لي انا عايزة اتكلم عن بلال هدتني قصة بلال وكذا حد تاني وقالت لي انا نفسي ان احنا نحكي قصته فده جت في حتة يعني هو بالظبط اللي انا عايزة اعمله انا عايزة اكون ليا
أثر حلو وفرق يعني طبعًا. مع الأطفال طبعًا. فقعدنا كتير بقى بنفكر في الزاوية اللي احنا نتكلم في الموضوع بيها، لأن الموضوع مش سهل والموضوع تقيل والموضوع ما حدش عايز ان هو يدي يخوف الاطفال، مش هو ده الهدف. بالعكس، بس انا الصراحه انا شخصيا استفدت كتير قوي من الـ من الميتنجز اللي كنت بعملها معاهم وانا بعمل الريسيرش للكتاب علشان اتعلمت كتير. اتعلمت ان اساسا لما يكون اغلبيه المواقف للاسف والحوادث بتحصل من امهات او ستات في المطبخ واطفال بتلعب، ده معناه ان انا محتاجه اكلم الطفل حتى لو الطفل الموضوع مش هتبقى سهل عليه. فساعتها بعمل ايه؟ بختار طريقه اكلمه بيها. صح. فهي حسب السن طبعا بتاع الاطفال، بس في نفس الوقت انا محتاجه افهمه ان على فكره مش كل اللعب تمام، مش كل حاجه ممكن تشوفها تعملها، ولو حصل اتحطيت في موقف وفي خطر تعمل ايه، تتصرف ازاي. ده كان مهم قوي بالنسبه لي، حتت اللي هي لان انا الناس بتفتكر بطرق مختلفه. في ناس بتفتكر بالسمع، هسمع حاجه فعمري ما هنساها. في ناس بتفتكر بالرؤيه، فهنا حتى في صفحه كده في الكتاب فيها صور، حتى انت كنت سالتيني حاجه امبارح وانا بحاول افتكرها، كنت بحاول افتكر الصفحه دي عشان افتكر ايه كانت رسمه ايه، وده بيفكرني باللي هو المواعظ اللي احنا بنقولها للاطفال ازاي تتعامل مع الحريق. فانا بحاول اوصل لهم بكذا طريقه لعل واحده تنفع وان شاء الله تنقذهم من اي خطر. يعني السلام كله من ربنا الرحيم، يا رب أي حد يا رب فيه. بعد الشر عنهم كلهم. وبلال انا بحبك قوي، انا لسه ما قابلتكش وان شاء الله هتنورني في راديو 99، مستنيه تشرفني لان انت بطل، وكل حبايبي الحلوين اللي عدوا في اي حاجه يا رب يبعد عنكم اي شر، كلكم انتوا كلكم سوبر هيروز وابطال. بكره ان شاء الله بلال برضو هنتكلم في التليفون، بس في يوم هيجي معايا في الراديو وينورني ونتكلم ونحكي اكتر عن كتفي في كتفك، وبكره هنحكيها مع بعض. فاللي عايز يسمع الحدوته يسمعني بكره ان شاء الله من 10 ل 11 عشان هنحكي الحدوته كلها، وحلوه حلاوه مش قادره اقول لكم. هنخرج بسرعه نسمع نانسي عجرم شاطر شاطر، عشان كل اللي بيسمعونا شطار، وآدم شاطر، وهنوشة شاطرة، وكل حبايبي الحلوين. ونرجع تاني عشان اللينك الجاي بقى هلعب لعبة أنا وميرام، يلا بينا لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99، ورجعت لكم تاني مع مصطفى، وهنلعب بقى حرف وكلمة، بس النهاردة بطريقة مختلفة شوية. معانا ميرام خميس مؤسسة دار نشر عصفورة، فطبعا لازم نغير شوية سبيشالي قصة كتفي في كتفك، وبنتكلم على الحريق والحرايق وبعد شر على أي حد، بس فيها لعبة كده أنا حبيت ميرام يعني يقول هي بصراحة غششتني كل الأسئلة، فهسألها الأسئلة وعايزاكم تركزوا جدا في الإجابات، لأن أنا كمها بصراحة من غير ما اتكسف من غير ما أي حاجة في حاجات أنا معرفتش أحلها، فعايزاكم تركزوا جدا مع ميرام وتحفظوا كل حاجة أو كل إجابة هي بتقولها عشان تتكلموا فيها مع أصحابكم، مع جرانكم، مع حبايبكم اللي بتقعدوا معاهم، عشان لو حد مش عارف أي حاجة من المعلومات اللي ميرام هتقولها لنا دلوقتي تحفظوها وتعرفوها وتسجلوها جوه كده، اوعوا تطلعوها السكرين اللي هنقولها دلوقتي تنزل كده قدامكم، اوعوا تودوها في اي حته، خلوها محفوظه جوه دماغنا. ماشي يلا بينا نلعب. ما هتحبي تقول لهم الاول خلفيه القصه؟ انت بقى قولي لنا، انا عايزاك انت تقولي. يلا. قصه كتفي في كتفك زي ما انت قلتي هي بتتكلم عن بلال وساره، يعني اكتر سميتها ساره عشان هي اخت فرح صاحبتي برضه، هما الاثنين يعني حبايبي قوي على ليا. ف احنا كنا عايزين نتكلم زي ما انت قلتي على الحريق، بس عايزين نكون بطريقه مناسبه للاطفال. فهي بنبتدي بساره. ساره بنت عادي عندها احلام وطموح وبتحب تلعب حاجات مختلفه، وباباها راجل مطافي، فده اللي خلاها تكون هي اصلا كانت بتزوره في الشغل وبتلعب. كلنا بنحب بقى الزحليقه والسرينه والحاجات اللي هي بنلعب بيها اصلا في البيت يعني. فهي هناك مبسوط. فجاه وهي معاه حصل ايه؟ حصل حريق. يعني رن بقى الجرس ان هم محتاجين يروحوا ينقذوا حد، ونور احمر جامد قوي، وبقت الدنيا كلها شايفه حاجات واصوات مزعجه جدا وهي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. كملي يا ميرام. فهي راحت مع باباها، وباباها قال لها لازم تاخدي بالك وتسمعي الكلام وكده. وراحت لقت ان باباها بينقذ بلال، الحمد لله. يعني بجد صراحه كل الشكر للناس اللي مسخره حياتها تنقذ ناس تانية. طبعا. وهنا بنتكلم بس عن ايه؟ اللي انا لما اجي اتكلم طفل على الحروق انا عايزه ايه؟ عايزه اقول له
على فكرة الطفل ده برضو طفل طبعا. وبرضو محتاج حد يطمنه، وبرضو محتاج حد يصاحبه، وحد يعني يكون متقبله بطريقته المختلفة وشكله المختلف دلوقتي وكده. فهو ده هدف القصة، ان احنا بنخليهم يعرفوا ان في صداقة ممكن تحصل مع اي حد، وان الطفل ده ازاي ايه اللي حصل وهو حاسس بايه، وان اساسا وده دي اللي كنا بنحاول نعملها بقى عن بليل، لان اي انا للاسف لسه ما قابلتش بليل برضو لان هو حبيبي مش في القاهرة، بس كل حد يتعامل مع بليل بيقولي قد ايه هو ما شاء الله على روحه وطموحه وصبره حبيبي. فدي كنا بنحاول نبينها ان هو ستيل واحد عنده احلام وعايز يحقق حاجاته كده. طبعا ومنها بليل وسارة بيفكروا في طرق ان هم يوعوا الناس، ودي اللعبة بقى اللي هي الخامة اللي احنا بقى الاسئلة الجميلة اللي احنا هنسألها لميرام دلوقتي. يلا بينا نشغل الكاونت. طيب انا اللي هرد. ايوة طبعا. قولينا ميرام ايه هو رقم المطافي لو بعد الشهر حصل اي حاجة الولاد يتصلوا بكام على طول؟ ده رقم المطافي 180 180 180 0 واحد 180 او 180. اوعوا تنسوا الرقم ده، اوعوا بليز. طيب نعمل بقى حاجة تانية. طيب قوليلنا، عشان انا بصراحة كنت متلخبطة، قعدت اقول احمر اصفر ابيض، كنت متلخبطة قوي. قوليلي يا ميران رجل المطافي بيلبس لون ايه؟ تعرف انا اصلا شكيت في نفسي الصبح، قلت يا ربي هو انا صح ولا غلط؟ في القصة بيلبس ازرق واصفر. بجد؟ مش احمر؟ لا يعني في بلاد بشوفه لابس احمر، ولا انا بتهيألي؟ ممكن، بس انا ما اعتقدش في مصر خالص ان هم بيلبسوا احمر. عامه احنا عندنا رحله جايه عامه للمطافي، وهنعرف المعلومه دي مؤكده. يعني بس انت بتقولي ازرق وابيض، احنا رسمينه في الكتاب. ماشي، يبقى رجل المطافي بيلبس ازرق وابيض. واحلى تحيه واحلى سقفه كبيره لكل رجال الجمال اللي بينقذونا، رجال المطافي وكل اللي بيساعدوا اي حد في اي حته. شكرا جدا جدا ليكم. طيب خلينا بقى نشوف السؤال اللي بعدها. طيب قولي لي يا ميرام ليه الباب مهم لو بعد الشر حصل حريق؟ دي من الحاجات اللي انا استفدت بيها من اهل مصر الصراحه. لو سلام كل من رب رحيم في اي خطر على حد وانا عايزه اطلع، انا محتاجه احط ايدي على الباب. لو لقيت ان الباب سخن يبقى في خطر وراه، يبقى مش هو ده الطريق اللي انا همشي منه، انا محتاجه الاقي طريقه تانية امشي منها، لان ما افتحش الباب وادخل المشكله عليا. يعني لو انا مكان ابتدى فيه حريق فاخد بالي ان اروح عند باب احط ايدي على الباب، لو الباب ده سخن يبقى ما اروح ما افتحوش اصلا. بالزبط. ابعد عنه واشوف مخرج تاني. بالزبط. ايا كان بقى هو ايه. ربنا يبعد عنكم يا رب كلكم اي شر. ماشي نشوف بقى اخر سؤال مع ميرام، يلا بينا. طيب احسن نكون واقفين ولا قريبين من الارض لو في اي خطر؟ احنا خطر هنا بنتكلم عن الحريقه، لما يكون أوكي. في حريقه، ودي برضو تعلمتها منهم، لا احنا لازم نقف اللي احنا بنعمله، ننزل ونتدحرج على الارض ونطلع. ليه؟ عشان ننزل لو في دخان تنزلي من عليه فتبقي عارفه تتنفسي احسن، وتتدحرجي عشان لو في اي حاجه فيكي تتدحرجي في الارض يا رب ان شاء الله تطفيها وتطلعي، بس ما تبقيش انت في المكان ان الدخان في نص الدخان مش هتعرفي تتنفسي، مش هتعرفي تفكري. صح. فاقف انزل اتدحرج. يبقى نقط لو بعد الشر في اي خطر اللي هو الحريق بعد الشر عن اي حد، يا رب يحفظكم كلكم، يبقى هنقف وبعدين ننزل تحت وبعدين نتدحرج عشان نبعد عن، لان فوق هيبقى الدخان جامد قوي والحريق نفسه النار هتبقى بتتفاعل مع الاكسجين، فننزل تحت ونتدحرج ويا رب يبعد عنكم اي شر. ندي سقفه كبيره قوي بقى المرام ولا ايه ميرام؟ يلا بينا. سقفه كبيره. هنخرج بقى نسمع أغنية أنا بحبها وميرام بتحبها وحبايبي السوبر هيروز اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة دايما بيحبوها لأن أنا بشغلها كتير. سيد الملاح، أنا 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 أبريق الشاي، إيدي كده بوزي كده أصب بالشاي وأرجع كده. يلا بينا نسمع أبريق الشاي ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.
تابع وحدوت على هو الراديو 99 ولسه معاكم مها مصطفى، والحلقة دايما بتجري مع الناس الحلوة اللي دايما بتشرفني في لعبة وحدوتة. ميرام خميس لسه معايا، مؤسسة دار نشر عصفورة لكتب الأطفال. دار نشر عصفورة مميزة جدا جدا، أنا كمعها قلتلك أنا كنت قد إيه بحب الكتب بتاعتكم والقصص بتاعتكم وطريقتها المختلفة. عايزة ميرام تختمي الحلقة تقولي دار نشر عصفورة لكتب الأطفال مختلفة عن دور النشر التانية اللي بتنشر قصص أطفال في إيه؟ احنا اولا احنا اول دار نشر بتعمل قصص بالعاميه، ففي كتب تانية بالعاميه بس احنا دي تخصص بتاعنا، فاحنا الحمد لله بنعملها كويس. بنتكلم في مواضيع فعلا حلوه وبتشد الاطفال، يعني من اكتر القصص اللي ناجحه عندنا قصه عن محافظه عن البيئه مثلا، زي ما ترميش الحاجه على البحر. قصه تانية عن ولد متعلق قوي بدبوبه، وده حبيبي باسل ابن اختي حبيبي. قصص يعني الطفل هيحس ان ده شبهي فهيبقى عايز يقرا القصه وفرقاله. وانا الحته اللي انا شايفه الصراحه ان احنا فعلا بنركز فيها الرسوم، الرسم الحمد لله احنا تعاوننا مع فنانين خطير يعني فظاعه في الرسم، فالرسم حلو، الالوان حلوه ومبهجه، الكتاب قيم جدا. بعدين احنا بنحرص ان يبقى الموضوع فول اكسبيرينس للطفل، يعني الكتاب هو ممكن يروح يحضر حفلة من عصفورة وينفذ الحاجات اللي في الكتاب، يعني كتفي في كتفك ان شاء الله هنروح المطافي، كحك العيد بنعمل كحك مع الاطفال، حياه كده، فبيبقى فيه حاجه هو يعيشها فيفتكرها اكتر، اكسبيرينس كامله بالظبط. وحتى بنعمل له دبدوب وشنطه وحاجات لعب تكون برضو بترسخ الفكره بتاعت القصه والشخصيات، لان احنا حلمنا ان اطفالنا تبقى متعلقه بشخصيات مصريه شبههم، صح، معموله مننا فجايه مننا وبتوصلهم هم احسن. ميرام خميس مؤسسة دار نشر عصفورة القصص الأطفال، انتي نورتيني وشرفتيني، شكرا ان انتي مهتمة قد ايه توصلي للأطفال قصص ومعلومات وحاجات بجد تفرق في حياتهم وحياتنا احنا كمان كأهالي. شكرا قوي ان انتي عملتي ده، هتكسري الدنيا اكتر واكتر وانا بقولك، وهتنوريني تاني وتيجي معايا وتقوليلي مها انا عملت حاجات تانية حلوة قوي 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 عايز احكي لك عليها. يا رب يوفقك في كل حاجة بتعمليها، نورتيني وشرفتيني. نورك، شكرا قوي ليك يا مها، فعلا انبسطت معاكي حبيبتي. شكرا جدا ادم مهنوشة، شكرا قوي ان انتوا كنتوا بتسمعونا النهارده، ولازم ادم لازم تيجي معايا ان شاء الله في الراديو باذن الله. شكرا يا منورم، نورتيني، وباذن الله عصفورة تبقى في العالم كله يا رب باذن الله. هسيبكم، انت نورتيني، انا اللي شكرا ليكي، صحيتك بدري ونورتي الراديو 99. هسيبكم بقى مع نيلي العظيمه، كان في فراشه صغيره، ويا رب يومكم يبقى كله فراشات وجميل وسعيد. وبكره اوعى تروح في اي حته من الساعه 10 ل 11، هنقرا مع بعض كتفي في كتفك من دار نشر عصفوره.